عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك عايش. خلينا نتعرفوا عليك. أنا إنسان مواطن تونسي. تونسي فهمني، مولود في تونس ووظف في تونس. تخدم على روحك. احنا شفنا الفترة الأخيرة انتشار المهنة هذه اللي هي لمانة بيبس. طبيعة ليه خدمة ذي حليل، معناها ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. احكي لنا كيفاش تخدموا فيها الخدمة هذه، هل متعرضين لصعوبات؟ متعرضين لصعوبات. هل هي مهنة شاقة؟ مهنة شاقة. ما يزعل كان الأمر، يزعل المر كان الأمر. فهمني؟ توا كيلو بلاستيك ب 800، يعني كلمة 10 كيلو راهو به. فهمتني؟ هذيك اللغال ما خير ولا قاعد يمشي يسرق ولا يمشي يعمل حاجات اخرى. فهمتني؟ يزي انا ريتي ولدي خاطب وعنده بنيه. خاطب معرس وعنده بنيه. اي خاطب وعنده عليها باش يعرس، خاطر كان ما حاجاك. فهمتني؟ اي فهمتني؟ اما شنيا اللغال نصور ما خير هكا ولا تنفيا. هي عندك الحق مسيو. اش كنت تعمل قبل؟ قبل كنت نعيش البر. وين عشت؟ عشت في اسبانيا، عشت في ايطاليا، في فرنسا. عام قد ايش خرجت؟ المونتاليتي السربو خايب. عام قد ايش خرجت مسيو؟ عام 94. عام قد ايش روحت لتونس؟ عام 2004. سافا، معناها بقيت فترة باهية. المخ عادم ان شاء الله، المخ عادم. يلا غالب. 10 سنوات بقيت. شنو عملت فيهم العشر سنوات وكيفاش خرجت يعني؟ خرجت من مشيت ليبيا، من ليبيا تعديت الجزائر المغرب. علاش مش كنت تنجم تاخذ فيزا انت في الوقت هذاك؟ كانت وقتها 94 تنجم تاخذ؟ لا وقتها حسب. معناها مش صعيبه الفيزا وقتها كمان؟ وقتها لا مش حكايه صعيبه، انا ما عنديش باسبور، تعديت كل فلاقي. ومن بعد لقيت باسبور في ليبيا، باسبور اخر مش نتاعي. فهمتني؟ عملتهم الكل يا مسيو. عملتهم الكل على غالب. كونت شي فيك العشر سنين حتى شوية؟ كونت شوية؟ كونت مشي وكل. قديش لميت؟ كونت عرست و... الوقت هذاك قديش لميت؟ وقتها فما حكاية 40. 40 مليون؟ 40. منهم الزملين اسبانيول، بيزت عميت البيزس قبل اللورو وقبل الدينار ب 7200 هنا. يا حصل. المخ عادم، كان المخ عادم. فهمتني؟ هلا غالب. فهمتني؟ عام 2004 40 مليون كانوا ينجموا يعملوا حاجه. يعملوا منهم زملين بيزيتا، منهم زملين في الاسبانيا اللي كان قبل ما يطلع اللورو. شنو خدمت غادي؟ خدمت فلاحه ما نكذبش عليك، وكنت ناخذ مراه غادي كان نخدم مع نسيبي في كيوسك. كنت خديت مراه ولا عرستو؟ مغربي. اما معرس بالمضروب مش وقتها ما عنديش. ليه بالمضروب؟ مسيو الباسبور صحيتك كلها مضروبه. الباسبور اللي طلعته في ليبيا مش باسبوري، باسبور اخر، لكن جيت وتعاقبت عليه هو. فهمتني؟ هذيك ومن بعد تعديت اسبانيا، لكن من المغرب تعديت اسبانيا. فهمتني؟ مسيو سامحني، ما تحسك بروفيسيونيل في التدليس. انا ما بالوقت، انا خير هكا ولا فهمتني؟ هذاك هو يزي. انت الحوم هذايا. الحوم هذايا. معناتها انا ولد الحبس ياسر، كنت نعيش هنا ومعناتها الحاجات حشاك الخايبه كنت نعمل فيها هنا. انا ولد الحبس ياسر تو نقلت ملسي. فهمتني؟ اما تبخينا هذاك وقت مشى وندمنا عليه. المغربيه طلقتها ولا كيفاش عملت؟ بالمضروب وقتها. طلاق مضروب زاد؟ لا لا تهبط هنا. احكي لي كيفاش عرستوا بالمضروب، خاطر انا ما نجمش نفهم الحكايه هذه. عندي باسبور حشاك مضروب. معناها عرس بها شخص اخر. لحظة عرست بالمضروب. انت عندك باسبور ماهوش نتاعك؟ عرست باسبور ماهوش نتاعك؟ ايه. واسم ماهوش اسمك؟ ايه. هي في بالها اللي انت بعد اكيد تفاجئت يعني. لا تفاجئ مشني مادام خاطر عندي بنيه هذيك، مادام ساي كل شيء. فهمني؟ واحد الا غالب. اما شنيا ما هبتش معايا لهنا، خاطر وقت اللي هبطت انا عملت حبس على ضربة الباسبور. فاقوا بيك. اي تدليس مسيو، حكايه هذه كبيره. افتعال مش تدليس. مش تدليس، افتعال. تصويره برك تحت. تدليس يتسمى مسيو؟ لا افتعال، افتعال جو السفر مش تدليس، كي تلعب بالستيلو. فهمتني؟ كي جيت انا جيت عليه شهرين ولا غالب، وكل واحد مشى على روحه. شديت شهرين حبس؟ على الافتعال.
مش عامين. عندي حبس حتى في فرنسا عندي حبس عندي يلا غالب كان مقتلتين او اخر تو ولا غالب الحمد لله الحمد لله تو واحد يتنفس وكاو هاو رسمي لي تو في القبل عليه شديد حبس بل شديد على مشاكل حشيك عنف و فهمتني ميلا معروف مسيو في الحبسية انت يا هاي معروف الحبسية اسمك في البوكسير فهمتني يا حسن شنو تعلمت من التجارب متاعك؟ علمت كل شيء اللي أغلبيتهم تجارب سيئة للأسف يعني لا مش الكل أما أكيد كلفوك أنك تتعلم دروس لا تعلمت دروس خليني أشوف فهمتني هاو العرض أما شنية فما حاجات أخرى زادة حنين أنت الكور متاعي قلبي حنين هذاك شنية الشيء اللي خلاني هك حنين حنين ومن صغرك تولدت تولدت عدليل مش عدليل كبرت هيك ما نحملش ما نحملش الحاجه القليله كنت نلبس وكنت كذا انا قال انا مني ماتت امي انا كي تولد بصح بابا مات عمري عامي قعدت امي كانت طيب لدار باش تكون سامحني حتى ما حتى جبناها كانت طيب لي تمشي بوب طبيخه نتاعها تعرف كي عيط لها لاله باي تمشي بوب وقت اللي كانت تمشي بوب فهمتني هاي قلت لك عشت مدلل واحد هاتي خرجت لبرا تغربت مدلل غير شنين سربوخ هاي والله مسيو هي فرصة وقتها انت انك خرجت لبرا يعني عام 94 كنت نجم تعيش حياة افضل عشت غادي خل من هنا بعد انت خليت المغربية وجيت خديت مرأة تونسية جبت الصغار وكل شيء طبعا ما عندي البنية غاديك اكبر عارسة طبعا ما هو تاو ولدي لهنا في تونس لا غادي من المغربية من الفيس من المغربية مغربية وتو ذي عندي ولد هنا من فيس فيقسيت من بنت فوق من لسين فهمتني ومكتوب و فهمتني على راحي اختي ولدك يخموا في الهجرة ولا عندي ولد بركة هنا لا ولدي يخدم يخدم تابع البلدين فهمتني كي تحكي له على تجربك شنو يقول لك؟ كل شيء فما تصاور ويعني شنو يقول لك كي تحكي له على تجربك؟ قلت شبيك عملت هكا؟ اي مش ناي ما نجمش يحكي معايا بك فهمني؟ اما هو ان شاء الله ما طلعش مخك كي مخي. نحبوا قلبك ياسع شويه ان شاء الله يطلع سربو مش خاطر يطلع لنا راهي مش باهي تبدا حنين ياسر ياكلوك ها خصوصا الجيل تو خصوصا نحكي له على جيله هو فهمني؟ اما اسمع ولدي ما طلعش معناتها ما طلعش كيما انا كنت عامل قبل. عقل تو يخدم على روحه فهمتني يخدم بلدين مترسم فهمتني وربي معاه على كل مؤمن ومؤمنة يعطيك الصحة مسيو نخلي لك الكلمة الأخرى الكلمة الأخرى ربي يسرنا قلت بينه وبين محمد جملة وربي يعطينا قصيم حليل عايشك ربي يعينكم